تسأليني عن واحد مختفي؟ وش معنى ذا السؤال؟ هي واحدة من اثنين، إما أنا اللي أخفيته أو أنا اللي عارف مكانه، يعني في الحالتين أنا متهمة. يما أنا ما كان عندي حل غير أني أجيك، وبعدين أنت اللي عودتينا على كذا، أي شيء يصير معانا على طول نجيك ركض. وانتي ركضتي وبيدينك سكين طعنتيني فيه. يما انتي اماني الوحيد بعد الله بالدنيا هذه. بعدين والله يما انا بعد ما سمعت كلامه ما ادري ضعت، والله ضعت، ما عرفت وش اسوي، شلون افكر وين اروح. ما كان قدامي الا انتي، عشان كذا جيتك. بعدين احنا من صغرنا اي سؤال نبي نساله نجيك ونسالك هالسؤال، وما نلاقي الاجابه الا عندك.